الاهلي بيشرف اي حد، وزي ما قلت لكم اي حد يفتخر ان هو اهلاوي. ما تزعلوش لما تلاقوا اي حد بيتكلم عن النادي الاهلي بطريقه ما تعجبكوش، ما تزعلوش لما حد يبين غيرته ضد النادي الاهلي، افرحوا، لان الغيره دايما بتبين ان انت تعبه، ان انت شغله، بتبين قد ايه انت افضل منه. فخليكم دايما فخورين انتوا اهلاويه، وما تردوش على اي كلام تقروه او تسمعوه. الاهلي دايما كبير، والاهلي دايما عالي، والاهلي دايما مؤثر وعامل صداع لاي حد بكل حاجه فيه بصراحه، انجازاته وكؤوسه وكل حاجه وتاريخه، كل حاجه تخليك تفتخر ان انت اهلاوي. دي كواليس وصول النادي الاهلي لمباراه الاهلي والنجوم اللي هتقام ان شاء الله في السابعه بعد قليل باذن الله. تعالوا يلا يا سمير، لو جرافيك المباراه جاهز